نوري يا نوري نوري. شكرا. شنو بوا يا اخي هكا هذيك اش مزير رقد لي في الكوجينه؟ هو بغيت نروح نرقد. ها رحت للشومبره لقيت فراش ما كانش الماء نقي سوال في الارض. ها البيدو تاع الشيفون في وسط الطريق. ها بغيت نروح دروك يا بن عمي. تمشي للمارشي تقضي وكي تجي تلقى وين ترقد. اسمعي نوريه دروك راني ديسيديت. شنو ان شاء الله خير؟ إلي قديري لين ثمم مثوم. مش اليوم اليوم مش نعمل كسكسي رويال. وكيف دروك انا ما نكونش مثوم ولا كيفا؟ هكا تيك المثوم تنطيب لك مثوم عزيز وغالي غير بركة اصبر. صح ول هاني رايح. باهية ياقوت إيش ما نوصيكش كل يوم هكاك نحبك تصب الماء ونحي الفرش وقلبها البيت باش ما يرقدش. ما يكون لخاطرك لنوريا. النساء سمعتوا إذا كان رجالكم يرقدوا لقيتوا الحل أعملوا كيفي ما عادش يرقد. مرحبا بكم في كوجين تعشور. كما سمعتوا اليوم باش نطيب كسكسي رويال والضيفة متاعي محبوبة الجماهير باش تعديوا وقت حلو إن شاء الله ما تزبيوش. مرحبا بكم. ياقوت حط الماء يغلي وبرا جيب لي الكسكسي من المخزن. أنا عملا نوريا. نعم بابا 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 ماشي على في المرشي اليوم. اللطف اللطف بينا يا ربي. هكا هو ملي يدخل سيدي رمضان هكا هو يغليو الدنيا ويخليو الناس تعاني ما يرحموش. مصيبه والله الا مصيبه. نوريا هاول القضيه كاع يعيشك. نوريا مولاتي. مولاتي عبله خيرك؟ لاباس نوري. بصح انا اليوم ما رانيش سلطانه عبله اليوم راني سهيله معلم وانا هي الضيفه تاع اليوم. يا لله شرفتني ونورتني مرحبا. يعيشك نوريه. بسم الله تمشي مولاتي عبله. لا لا نوري. انت بقي داخل بعضك اي برا برا عندي نهار كل طويك عاد نوم حتى للمغرب. تعرفني بلي انا نرقد؟ اي على بالك بلي انا نقعد نخدم على راسي مولاي ما راهش يخلصني بطل فهمتيني وانا ملي دخل الخسر عمري ما رقدت. بن عمي عمره ما رقد. يا لله نورتني مرحبا بيك. انا فرحانه اللي انت بحذايا. الله يسلمك نوريه انا تاني فرحانه. واش تي هزين والعين تحشميني نوريه هكا انت عينيك شابين. يعيشك. هي نوريه واش نفطروا اليوم؟ اليوم شقان نفطر باش نعملوا على مقامك باش نطيب كسكسي رويال تاكل عليه صويبعك. طليتي لي على قلبي. تحب الكسكسي؟ نموت عليه. سيي ملا وانتم زيدا ما تزابيوش اقعدوا معنا باش تشوفونا كيفاش نطيبوا الكسكسي وباش تسمعوا اخبار محبوبه الجماهير سهيله معلم. ما تزابيوش. مرة أخرى شرفتني ونورتني وأنا فرحانة اللي أنت بحذية. ميرسي نوريا يعيشك. كيما قلت لك أنا باش نفرح بيك باش نعمل لك كسكسي رويال. الكسكسي رويال علاش هو هكا اسمه رويال؟ خاطر فيه تقريبا كل شيء. نجم تحط فيه أنواع اللحم، الدجاج، المرقيز، اللي تحب أنت. دونك قد ما تحط فيه حاجات مختلفة قد ما هو رويال. أوكي؟ دونك باش نحطوا أول حاجة الزيت. الزيت متاعنا وباش نقول لك على المقادير قبل ما نبدا نطيب خاطر بعد نجم ننسى. شوف باش نعملوا باش نحطوا كيما انا اليوم باش نستعمل الدجاج واللحم ومرقيز وباش نستعملوا للفاح قرفه فلفل عكري سكنجبير راس حانوت ملح وفلفل كحل وعندنا بصله مقصوصه جيده وعندنا الحمص وعندنا الخضره خاطر فيه الخضره زايده. دونك شوف عندنا الزروديه اللي سفنيريا نقول لها بطاطا قرع الاخضر لفت اللوبيا لفت فلفل. دونك هذا الفلفل الحار بصح فلفل حار. اي تاكل الحار ولا ما تاكلش؟ سا ديبون على حسب الاطباق. هو القرن واحد يعطي هكا شويه حروريه مش برشا. دونك باش نبدا بالبصل. علاش باش نحطه يتقلى؟ شحال حطيتي؟ هذه بصلة كبيرة كبيرة مقصوصة جيدة
وباش نحطها على النار تتقلى. سهيلة في رمضان الناس الكل هما مسمينك محبوبة الجماهير، تعرف هذا؟ نعرف، نشكرهم. أيوة، وأنتي تتفرج في روحك. ساعة قل لي أنتي شخدمت السنة؟ سنة خدمت مع المخرج جعفر قاسم. صح عليك. وعندي إن شاء الله مشاريع واحدة أخرى من رمضان، صح ما ننجمش نقولهم. علاش؟ هكاكا تخليهم حتى تخدمهم. جوستومون، أنا مانيش من النوع اللي يتكلم بزاف على نفسه، ما نحبش نهضر على أعمالي قبل ما تخرج ولا أعمالي قبل ما تبدأ. يعني قول بلي دايما إن شاء الله حتى كي تكتب باش نقدر نتكلم على الأعمال اللي نقومها، ولا يعني مام في حياتي الشخصية مانيش متسرعة. وبيه باش تكون مش متسرعة وانتي صغيرة، خاطر ديما الصغير يبدأ متسرع هكا ويعمل كل شيء بزربة. كي تشوفيني صغيرة. صغيرة بيان سور، مالا كبيرة؟ 32 سنة. أي مش كبيرة 32 سنة. في طنبك واحد ينجم يكون متسرع وكل شيء يحب يعملوا فيه. صح سي فري. دونك انت كالم باغابوغ لعمرك. كالم وي باغابوغ لعمري سي فري كالم. علاش انت طبيعتك هكا؟ هكاكا يعني هي نقدر نجمو نقولوا التربيه بتاتخ لونتوراج. يعني ملي صغيره انت هكا ولا تبدلت وليت كالم؟ نو ماشي كي نقول لك كالم، حنايا توجور يعني انا عندي لي غران دو فولي تاعي. اها اللي هما قولي عليهم. كي كنت كبيره ولا كي كنت صغيره؟ حيت نبداو من اللي كنت صغيره. كنت جوستومون في لاكريش نطلع فوق الطابله ونقول لهم لي كاميرا تاعي نوضو نوضو صفقوا عليا. اوه. وندير لو كلون ونضحكهم ونحب نشطح نحب نغني. وكبيره نحب نعمل روحي توجور صغيره، ما بيش علاش، يا انفون على الانتيريور. كي كبرت وليت كالم. يعني هما يقولوا راهو الصغير اللي يكون هكاكا هو صغير يكون هكا ناشط، كي يكبر يولي كالم والكونتخيغ. فوالا، انا كنت كالم كي كبرت ما عادش كالم. تحولتي. تحولت. باش نحط الطماطم تتقلى. درتي زوج مغارف. اي شويه مش برشا. صح. باش ما يجيش مطمطم نقولوا احنا. ريتها مطمطم. مطمطم يعني بزاف طماطيش. واش تقولوا لها؟ تقولوا الطماطم؟ اي الطماطم. طماطم اي. وانت تقول طماطيش. اه. علاش الكل تقول طماطيش الا انا؟ باهي حطينا الطماطم قلنا تتقلى. هي تتقلى واحنا باش نفوحوا ال ال تعرفش نفوح اللحم وحده علاش؟ والدجاج وحده. المرقاز مانيش باش نفوحه خاطر هو داكور نفوح. انا باغ اكزومبل ما غرومير اللحم تفوحوا كما تقولوا انتم، يعني دير لي زانكريديون لا في باش يشرب لفاح. صحيح. باش يشرب باش من بعد كي يطلق البنه تاعو مع. صحيح. خاطر انا وحده نحب يعني الكسكس نحب لاصوص روج. اي كي تكون حمراء بنينه. كاين يدير حمراء كاين يدير بيضه، يعني على حسب البيضه حاجه والحمراء حاجه. مي انا بدي نحب الكسكسي بالصوص الحمراء. دونك انا باش نفوح اللحم لفيح انا ما باش نفوح بيه، دونك باش نخلطه هنا. عود القرفه تنرميه في المرقه الكل مع بعضه، حطينا الكونتيتي اللي حاجتنا بها باش تولي لفيح حاضر. نفوح من هكا بالكدا وباش نخلطه على البصل. علاش نسبق اللحم؟ ياخذ وقت اكثر في الترتيب من الدجاج ومن المرقاز. باش نحط اللحم قبل ونخليوه نمرقو، كي نمرق باش نحط الحمص ونخليها تطيب. قلت لي ما غوميغ هي اللي بتطيب وانت ما تطيبش. نطيب بصح ما غوميغ دائما تحب تطيب لنا. دائما تقول انتم قعدوا وانا يعني هي اللي كانت صغيره تحب تطيب لنا. تحب الكوزينه. تحب الكوزينه. وانت تحب الكوزينه؟ نحب الكوزينه ويعني ما ندخلهاش بزاف. على حسب الاطباق اللي نحب ناكلها ندخل نطيبها. كي تبدا في التصوير بها سور ما تنجمش تطيب. بيان سور ما نقدرش. وهنايا عند في دارنا مرت عمي كيف ما تخلينيش، نعاونها غير في حاجات هكا يعني. اذا دخلت الكوزينه شو تطيب؟ في رمضان نحب نطيب اللحم الحلو. معناها تطيب؟ فوالا ندير لي سالاد، بوراك. كما تقولوا له البريك. البريك. ايه. لا انا ملي وليت خذيت النوري وقاعده هنا هاني نقول ولفتينا. اي سي. كيفاش تعدي من نهارك في رمضان؟ انا رمضان يجيني صعيب بزاف. علاش؟ سورتو لي 3 بروميي جور.
خاطر انا مولفه نشرب قهوه حليب. شنو حكايه القهوه؟ انا باش نسالك عليها راه مدمنه. دونك قهوه حليب صباح وعشيه، وكيما نشربهاش دونك لي بروميير جوغ يجوني بزاف واعرين، ومن بعدك نبدا نوالف. ايوا فوالا، ومن بعد خلاص نوالف ونكمل نصوم يعني عادي. يوجعني راسي وتجيني الدوخه وحاله، صرا فيا حاله. معناها من الناس اللي حشوا نقولوا احنا تشخشخ على القهوه. تشخشخ على القهوه. سينو انت من الناس اللي في رمضان يخدموا ولا ما تحبش الخدمه؟ تحب ابدا ما نحبش الخدمه في رمضان. ما انا لا ماجوريتي كانوا دي تورناج يعني كانوا يجوزوا في رمضان، وكانوا مام يلحقوا دي تورناج علينا في رمضان. ما نقدرش باسكو سورتو البروميير جور كيما حكيت لك، وخطأ صرات لي في تونس. كان عندي هنا كملت تصوير ولاد الحلال هذا المسلسل، ومن بعد دو جوغ ابخي قالوا لي سهيلة خلاص لازم نديرو بيبيش وبيبيشه ونروحوا لتونس. قلت لهم ما كونديسيون مور الفطور نبدا ونكمل حتى لو لوندوما يعني مور سحور. صورتوا بالليل؟ فوالا صورنا بالليل جوغ مور الفطور وندخلوا نرقدوا. التصوير بالليل روعه. انا ثاني نموت على التورناج بالليل. كيف التصوير صح بالليل؟ صح صح سي فغي. باهي باش نمرق انا توا المرقه نتاعنا خاطر اكيد اللحم تقلب الكدا، ومن بعد باش نرمي الحمص. تحبي نعاونك في حاجة ولا؟ لا انت ضيفة اليوم باش تشوفني كيفاش نطيب. ديري لي كيما ما غوميغ. ايواش باش نرميو احنا الحمص نتاعنا هكاكا باش نخليو المرقة نتاعنا تطيب في عقل عقلها. ها شنو نعملو اخر طبعا؟ بدات تخرج الريحة. بدات تخرج الريحة. اسمع انت توا مثل التلفزة عملت سينما، ما حكيتليش على الافلام اللي عملتهم في السينما. تحبي نحكي لك على بداياتي ولا الجديد ولا قداش من فيلم انت عندك؟ عندي اونتو 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 تسعة. بارك الله. تسعة افلام. بارك الله. اهم افلام اللي عملتهم انت تحبهم شنو؟ نحبهم كامل لانه كل فيلم يفكرني بذكرياتي، اكتشفت ناس وتعلمت من كل فيلم، تعلمت منه تجربة. آخر فيلم شنو؟ آخر فيلم عملته هو فيلم هيليوبوليس للمخرج جعفر القاسم، وإن شاء الله يخرج عن قريب إن شاء الله. فوالا عملت مع مجموعة من الممثلين الجزائريين والفرنسيين. عاملة باش نعملوا تفرهيدة كبيرة كي نشوفوا فيلم حلو. إن شاء الله نعرضك نورية. إي إي. جيبي معك النورية. لا. علاه؟ نجي وحدي باش هكاك نتفرج مرتاحة. مسكين. يزيني من نوري، يزيه النوري. وطموحاتك أنت شنو سهيلة من بعد؟ توا جربت السينما، التلفزة، عملت برشا تجارب حلوة. الأيام الجاية شنو تحب تعمل؟ عندكش هكا رؤية واضحة في هكا مسيرتك أنت شنو تحب تعمل فيها؟ لا فيغيتي ما عنديش يعني رؤية وطموحاتي يعني نحب نزيد نعمل أفلام سينمائية تاريخية سورتو. إيه هكا فما طموحات. عن بالي كي تحكي لي على طموح خارج يعني مسيرتي الفنية. لا لا نحكي على مسيرتك. عندك طموحات في خارج مسيرتك الفنية. عندي. في حياتك معناها. نسيتش خلينا نحكي فيها. اي حتى طموحاتك الخاصه شنو؟ ما نحبش غير قلت ما نحبش، نحب نخليها لنفسي غير قلت لك ما نحبش نهضر بزاف على روحي. لا لا مش لنفسك، انت تقعد تحكي لي لينا. لينا من بعدك تروحي تعاودي للنوري كلش. لا نوري انا نحكي للنوري. هذاك ماكل الفول اللي يسمع ويقول ما نحكيلوش. قريب نفرح بيك؟ ما كيف فرحتي بيا في عرس جواد و بيبيش و شيرنا في جواد احنا. انت توا ماكش مولاتي عبله. صح. انتي توا سهيلة معلم. صح. ان شاء الله اللي يكتبوا ربي مرحبا به. ان شاء الله. ان شاء الله يكتب كان الخير. ان شاء الله امين. سهيلة النجاح اللي وصلت له هذايا قريت التمثيل انت؟ لا لا ما قريتش تمثيل. مالاش قريت؟ عندي ليسونس اون دووا يعني حقوق، وعندي الكفاءة شهادة الكفاءة المهنية المحاماة. تبارك الله. ومع هذاك محامية. مع هذا انت اخترت التمثيل خاطر تحبه.
والله غير ما نقدرش نقول لك الا هو اختارني ولا انا اختارته، يعني اخترتوا بعضكم. اخترنا بعضنا اكزاكتومون. وانا بالنسبه ليا التمثيل قبل ما يكون يعني كما احنا نقولوا الواحد يعني يدرس التمثيل لازم تكون عنده على الاقل موهبه، وبالموهبه تاعو هي اللي يعني يقدر يطور روحه بنفسه. صحيح. يعني الممثل ماهوش بالضروره يكون متخرج من معاهد ولا يكون دارس. انا بالنسبه لي الممثل التمثيل موهبه. صحيح. احساس. وكما احنا نقولوا اللي يدرس ما هي كما نقولوا تكميله. ان شاء الله ديما ناجحه ان شاء الله. امين. انا توا باش نحط الخضره، وصلنا لوقت الخضره باش تطيب وبعد نشويو المرقيز وبعد يلزم نعملوا التفويره الثانيه نتاع الكسكسي. هكيكا نكونوا كملنا الكسكسي الرويال نتاعنا. خضرتنا رميناها في الاخر باش تقعد مزيانه وشبيبه. ايواش هذه الخضره. لا ما نسيتيش الفلفل. لا لا حطيت الفلفل. اما بعد تنخرجوا ما خليهش في مليكش محرحر ياسر. في وسط تحبش الحار انت ما؟ ايه حبيت ندوق. باهي نشوف. خليه. باش تلقاه بنين على الاخر. خلاص. ونزينوه تزينه هكا مزيانه باش هكاكا يعجب. اوكي؟ اوكي. اوكي. انتم زيدا اقعدوا معانا ما تبعدوش. هذا هو الكسكسي الرويال، ان شاء الله يعجبك يا سهيله. كيفاش ما عجبنيش نوريه؟ شوفي لا بريزونطاسيون كيفاش زينتي، شوفي لي كولور، عباك ديجا راني مقلقه باش ناكل. صحة وبالشفاء. مولاتي راكي هنا؟ لا لا البادي مانيش هنا. نروح نحوس عليك على خاطر مولاي نال وقال لي عيط لها. ما على بالكش وين نلقاك؟ روح شوف الديوان. الديوان ما شفتش، اما لا نروح للديوان. ليه ما يتبدلش الباجي ابل. يا لله مرحبا بيك، وان شاء الله ديما هكا ناجحه، ان شاء الله ديما نشوفك فرحانه ونفرحوا بيك زيد. تك صحه نوريه، على بالك بلي ما تقدريش تعرفي شحال القصره والقعده معك حلوه في الكوزينه. يعيشك في كل وقت مرحبا بيك. الله يسلمك. هذاك هو نوريه، انا نروح للديوان باش يلقاني الباجي. وما ننسيش تجيبي لي في المرقد. اني خالت عليك باش نسربي. يعطيك الصحه. صحة فطورك. شيء طيبة. محليها حلقة اليوم، إن شاء الله أنتم زيدة عجبتكم، وإن شاء الله عجبتكم الدبارة زيدة. غدوة في نفس التوقيت كوجينة عشور. شيء طيبة وصحة فطوركم. كسكسي رويال، مسحق والحنبقي، دجاج، مرقيز، لحم مرحي، قرع أخضر، قرع بط الزينة، سفنيريا اللي هي الزرودية، الحمص، اللفت، البطاطا، قرع الأحمر، لوبيا خضراء، نستحقوا فلفل حار، وربطة صغيرة متاع كرافز وكسبر. نستحقوا الطماطم معجونة، كركم، سكنجبير، قرفة عواد، ورأس الحانوت والملح. ماشي مليح الهبل خويا. واش بك غير الخير؟ خطرة نقول غادي توجعني منا، ساعة مازال ما وجعتنيش كاع. هذا ما يكون لا وسواس. يا خي راك تصلي. بيان سور، من جمعة لجمعة. ها؟ يا سكان المملكة، بلغ هام. الغايب يعلم الحاضر، ورانا عارفين باللي راه قابلتكم اللقية. وباغيين تضحكوا وتتهاو، بصح رانا نوعدكم باللي يا رجلوها يا ما رجلوهاش. تيليشارجي جيزي اب واقضي على اللقية، تحصل على افلام، موسيقى، العاب ومحتويات حصرية مع جيزي.